أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: كنت في سفر وصليت المغرب والعشاء جمعا وقصرا، وأثناء صلاة المغرب تذكرت أن على ثيابي قيء طفل رضيع، ولكني كنت في شك من طهارة قيء الطفل ولم أكن أعلم أنه نجس، فهل يجب علي إعادة الصلاة؟ نعم، لأنك علمت بالنجاسة ولم تغسلها، صليته عليك وأنت تعلم بها، فتغسلها وتعيد الصلاتين تماما، تعيد الصلاتين المغرب والعشاء تامة 4 ركعات. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل الإمساك من صفات الله تعالى؟ والجهل بحكم النجاسة ما يعفيك منها، الجهل لا يعفيك، لا يسقط الواجب عليك، إنما يعفيك من الإثم فقط. أما الواجب لو نسيت تصلي تسقط عنك الصلاة؟ لا، فالنسيان إنما يسقط الإثم ولا يسقط الواجب. نعم.